فيروس سي، يبتدي فيروس سي يهيج ويبوظ انزيمات الكبد ويشتغل بسرعه واحنا مش عارفين واحنا مش واخدين بالنا. البروتوكول اللي ينفع في سن ال 30 سنه ده لو وزنه كويس يبتدي يكمل الفحوصات، وينفع قصه الانترفيرون. هو مرشح كده للانترفيرون او للادويه بتاعت الفيروس الجديده اللي نزلت السنه دي، كبسولات. يبقى عندنا الكبسولات، عندنا الانترفيرون، عندنا العلاج المناعي. العلاج المناعي دي كبسولات موجوده بقالها فتره في مصر. كبسولات برضو بتشتغل على المناعه، بترفع المناعه مع ارقام بسيطه اقل من 100,000 اعتقد انه ممكن يستجيب استجابه كويسه، لكن برضو مش الرقم هو الفيصل. الرقم ده يعلى وينزل. الفيصل هو حاله المريض العامه، تحاليله كلها بتبقى عامله ازاي، والموجات الصوتيه او الفايبروسكان. طالما الموجات الصوتيه كويسه، الفايبروسكان كويس، الامور ستيبل، الامور مستقره، الدنيا كويسه، الفيروس موجود يعني بيشتغل وبينتقل من خليه كبديه لاخرى ويحدث عمليه التهاب كبدي. عمليه الالتهاب الكبدي دي عايزين نوقفها. يبقى عندنا بروتوكولات العلاج المختلفه. الانترفيرون، الكبسولات، الادويه بتاعت المناعه، الف حاجه، لكن ما اقعدش بدون علاج. الو؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عصام. انت معايا على الهوا، اتفضلي. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه يا فندم. انا سن 60 سنه وبعدين أيوة. عندي فيروس سي. تمام. الفيروس كان 500 دلوقتي 111,000. تمام. وعندي التليف بالكبد وتضخم بسيط في الكبد. ماشي. اخد ايه وامشي ازاي، وبعدين اصوم رمضان ولا ما اصومش؟ طب حضرتك مش بتاخد علاج اصلا؟ باخد علاج تحفظي. علاج تحفظي. تمام. والطحال كويس ولا الطحال متضخم؟ لا الطحال كويس. ومفيش استسقاء؟ لا مفيش. ولا تورم في رجليكي؟ اي انا ليا رجلي في ورم فيها، بس انا عندي انزلاق غضروف اصلا. تمام. حضرتك دلوقتي ماشي على مدعمات الكبد. بالنسبه لموضوع الفيروس طبعا المفروض ليه ادويه، يعني المفروض بمشي على ادويه للفيروس نفسه. باخد اني علاج تحفظي وعلاج بالاعشاب برضه يعني. اما انا لسه بقول لحضرتك المفروض ان احنا نبقى ماشيين على ادويه. طبعا التحاليل بتاعتك هي اللي هتقول القصه ماشيه ازاي. طول ما التحاليل كويسه نصوم والدنيا تمشي ونبقى تمام التمام ان شاء الله. شكرا الف سلام عليك. مهم جدا زي ما بقول ان احنا نحافظ على الصيام انه عباده بدنيه. انا هقوم من النوم انوي الصيام. لو جيت اثناء اليوم تعبت يبقى افطر وعلي قضاء وليس كفاره. الامور بتمشي بالشكل ده. زي ما قلت مش الامور على المطلق ان كل المرضى اللي عندهم الكبد هيفطروا او كل المرضى اللي عندهم سكر هيفطروا، لا. ده موضوع بيختلف من مريض الى اخر زي ما شرحنا، وبالتالي الادويه مهمه. يعني بمعنى ايه؟ انا هصوم. طب ينفع الدواء اللي انا باخده يتقسم على وجبتين مثلا فطار وسحور، ولا ده هيضر؟ لازم كل 8 ساعات مثلا. فيجي دكتور مثلا بتاع القلب او دكتور الكلى او دكتور مثلا بتاع روماتويد او دكتور بتاع حساسيه الصدر يقول لي لا ده انت لازم هتاخد الدواء كل 8 ساعات. يبقى ساعتها ما ينفعش ابدا ان انا اعمل ايه؟ ان انا اصوم. انا لو صمت هيبقى مشكله. يبقى ساعتها انا رحت للدكتور والدكتور اشار ان لازم اخد الدواء كل 8 ساعات، ماذا والا هيحصل لي ازمات ربو مثلا او صدري هيقفل. يبقى ساعتها انا مضطر ان انا هفطر بناء على تعليمات الدكتور. لكن انا الدكتور لما يقول لي المعلومه دي لازم افهم منه نقطه مهمه. هو يا دكتور انا هفطر رمضان السنه دي بس ولا هفطر على طول؟ يعني المرض اللي عندي هو مرض هيخليني ما اصومش تاني بعد كده؟ ولا هي مساله عارضه مرتبطه بشويه ادويه من سوء حظي انها جت دلوقتي وان انا هفطر رمضان دون وبعد كده اقدر اقضي؟ هنا السؤال المهم. لان السؤال ده هيفرق في اذا كنت انا بعد كده هقدر اصوم ولا مش هصوم. يبقى انا من البدايه دخلت في ايه وعلى الذين يطيقونه فديه، ولا لسه ما دخلتش في الموضوع ده. عشان كده دايما بقول ما نقومش من قدام الدكتور من غير ما نفهم. الدكتور دوره انه يفحص المريض ويقول له 1 2 3 انت عندك كذا، العلاج كذا، لمده كذا، هتجي لي في اليوم الفلاني معاك تحليل، هتجي لي بعد كده معاك كذا، معاك كذا، يبقى احنا بنحط النقط فوق الحروف. مهم جدا ان الدكتور يحدد للمريض حجم المشكله. ويبقى امين في تقييم المساله. بمعنى ايه؟ ولنفرض انا دلوقتي ما شخصتش. يعني الورق اللي قدامي مش كفايه،
وبعدين فحصت المريض فوصلت ل 30% من التشخيص. اقول للمريض لسه موضوعك ما اتشخصش، احنا محتاجين نعمل الفحص الواحد اتنين تلاته، اعمل لي دول وتعالى لي. طب عملناهم طلع فيه لغز او علامه استفهام محتاجه فحوصات اخرى. يبقى اعمل ايه؟ ارجع تاني للفحوصات الاخرى، ابتدي ان انا ادور في فحوصات تانيه عشان اوصل لتشخيص. هو ده الكلام، هو ده كل الحدوته. وقت ما وصلت للتشخيص عرفت بالظبط انا واقف فين، عرفت بالظبط انا حدوتي من اول فين لحد فين. طب يا ريس دلوقتي انت احتمالاتك في العلاج قدامك السكه الفلانيه وقدامك السكه الفلانيه، ممكن نختار ده او نختار ده. طبعا الافضل بالنسبه لك واحد او اتنين، انا بختار للمريض. جه المريض قال لي والله غير مستطيع ان امشي في السكه دي، يعني سيادتك كتبت لي الانترفيرون، انا ما معيش 1300 جنيه كل اسبوع اعملهم لمده سنه، وما عنديش تامين وما فيش نفقه الدوله، يبقى هعمل ايه؟ هقول له طيب يبقى كده ما عندناش العلاج ده، ممكن ناخد العلاج المناعي. يبقى مثلا معايا العلاج المناعي ده هيبقى تكلفته اقل من كده، وهتمشي على العلاج الكذا او علاج كذا. يبقى برضو دي نقطه مهمه، ان الطبيب يراعي الحاله الاقتصاديه للمريض ويبتدي يفكر معاه نحل مشكلته ازاي. هل الدواء ده هتقدر تجيبه او على نفقه الدوله او في تامين او كذا؟ لا ماليش، ما عنديش، هجيبه على حسابي، انا لا اطيق هذا السعر او هذا الدواء، يبقى ناخد الدواء كذا او كذا او كذا، بحيث ان احنا نصل في الاخر الى شيء مرضي، ان المريض يبقى فاهم مرضه وعارف يتعامل معاه ازاي، وانا كمان ابقى على قناعه ان انا اديت واجبي واديت التزامي نحو هذا المريض. عارفين من الحاجات المهمه جدا في 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 سكه العلاج حاجه بنسميها patient doctor relationship، اللي هي علاقه المريض بالطبيب. علاقة المريض بالطبيب هي علاقة لو ما نجحتش مش هتبقى في صالح العلاج خالص. يعني المريض المفروض لما بيدخل عند الطبيب هو ممكن يخرج مستعد انه يعمل كل الفحوصات وياخد كل العلاج، مهما كان العلاج مر، مهما كان العلاج حقن، مهما كان العلاج بيؤلم، لان انا اقتنعت ان في ثقة ما بيني وما بين هذا الرجل وانا اطمأنيت ليه. او ان انا هخرج من عند الدكتور هقطع الروشته حتى لو كتب لي الروشته وهي دي اللي انا هخف بيها، انا مش عايزها. وده بيحصل كتير جدا من المرضى، الاقي معاهم الروشته. صح، هي الروشته دي بتاعت المرض اللي عند المريض، بس المريض ما جابش الروشته او بياخد العلاج وهو مستاء من العلاج، لان الدكتور قدم له الحدوته بطريقه مش حلوه. العيان ما ارتاحش، العيان حس انه بياخد العلاج ومش مرتاح للعلاج، لانه من البدايه ما اقامش جسر الثقه اللي ما بينه وما بين اللي كتب له العلاج ده. عشان كده انا بقول ان العلاج الرئيسي هو علاج البيشنت دكتور ريليشن شيب، او العلاقه ما بين الطبيب والمريض، ودي علاقه لابد ان تبنى على المصداقيه العلميه. بمعنى ايه؟ احب الدكتور لما يتكلم مع المريض يتكلم معاه بلغه مفهومه. يعني ملوش مثلا ايه انت عندك رمله على الكلى. ايه رمله على الكلى واسمنت على الكلى وزلط يعني؟ لا، نقول له والله عندك ترسبات املاح او في كريستالات بتترسب على الكلى، دي ممكن تعمل كذا او تعمل كذا، حلها انك تاخد سوائل، هتشرب كذا، هتعمل كذا، تمشي على الفوار الفلاني كده. يبقى وصلنا المعلومه بالفاظ محدوده تخلي المريض دماغه ما تروحش في حتت بعيده، او يسمع مصطلحات يعني بلدي او مصطلحات دارجه تخلي المريض مش فاهم هو الكلام ده علمي ولا مش علمي، الكلام ده اخده جد ولا اخده هزار ولا اخده ازاي. علشان كده انا بقول دايما ان علاقة المريض حتى اللغة اللي بيكلمها الطبيب مع المريض لازم تبقى واضحة ومهمة. هما دكاترة معذورين، الدكاترة معذورين ليه؟ لان الدكتور بيفكر بلغة تانية غير اللغة اللي بيتكلم بيها مع المريض. يعني الدكتور بيفكر باللغة الانجليزية مشوبة بمصطلحات لاتينة على مصطلحات مش عارف يونانية قديمة، يعني الطب عندنا تيرم حاجة اسمها ميديكال تيرمز او المصطلحات الطبية. فالدكتور بيفكر بلغة غير اللغة اللي بيتكلم بيها مع المريض. وفي نفس الوقت المريض نفسه على حسب المنطقة اللي هو جاي منها بيتكلم بمفهوم ممكن الدكتور ما بيبقاش في دماغه المفهوم ده. يعني مثلا كلمة تليف في الكبد، المريض يجي يقول أنا عندي تليف، مريض تاني يجي يقول ده أنا عندي الكبد. طب ما كلنا عندنا كبد، الكبد ده عضو، فين المرض اللي فيه؟ فهنا لابد إن احنا نشرح للمريض بأسلوب مبسط علشان المعلومة توصل له. الشيء الرئيسي
في علاقة الطبيب والمريض زي ما قلنا، المصداقية، الأمانة العلمية، بساطة اللغة اللي بنتكلم بيها، كل ده عشان نبني جذور الثقة اللي المريض يبدأ ياخد العلاج على أساسها. أنا بعتبر إن دي الفاعلية الرئيسية للدواء قبل العيان ما يجيبه، إن يقوم وهو مقتنع إنه هيجيبه. وفي نفس الوقت المريض لما بيلاقي نفسه قدامه تحاليل وقدامه إشاعات ودكتور مهتم بيه وبيفحصه، هو بيطمن. لكن مثلا أنت جيت ضغطك عالي واديتك اقراص للضغط، جيت لي في الاستشاره ازيك عامل ايه كويس، انا كويس، بيجي لك صداع، لما بيجي ليش، يبقى انت كده خلاص ضغطك اتظبط، يلا مع السلامه. طب ما تقيس لي الضغط، يعني انت عرفت ازاي ان ضغطي اتظبط؟ مش تقيس لي الضغط عشان اعرف اتظبط ولا لا واصدقك. هو ده. فالطبيب انا لما بعمل له تحاليل مثلا وطلع عندي انزيمات الكبد عاليه، ورحت للدكتور كتب لي برشام وقال لي تعالى بعد شهر، هروح له بعد شهر ايه؟ مش لازم اعمل تحليل انزيمات تاني، ولا اروح له بعد شهر اقول له ازيك عامل ايه؟ لازم اروح له بتحليل تاني. يبقى انا كمريض اساسا كده انا مقتنع اني ماشي في سكه صح. ليه؟ الدكتور عرف اللي عندي وعرف الارقام واداني علاج، والمفروض اني اعيد له التحليل تاني عشان اعرف الارقام طلعت ولا نزلت ولا راحت ولا جت. ده الكلام. كنت اتسالت من احد الاخوه عن قصة الانزيمات العالية، فهو كان بيقول لي انا عندي الانزيمات عالية وما عنديش فيروس، ايه الموضوع؟ فحبيت برضو ان انا بالمرة النهاردة اقول المعلومة دي، لان القصة دي واضح ان الاسئلة عليها كتيرة، انا جاوبتها قبل كده كتير في حلقات سابقة، لكن ما زلت بتسأل السؤال، ولابد ان احنا نكرر وفي الاعادة افادة. يعني انزيمات الكبد بنسميها ترانس امينيزيس دي عبارة عن مركبات كيميائية معينة بتطلع في الدم بمنسوب معين، لو زاد المنسوب ده عن الارقام الطبيعيه ده معناه ان في تدمير لخلايا الكبد. كده وضحت؟ يعني اللغه دي كده سهله. يبقى الانزيمات دي معناها ايه؟ معناها ان هناك تدمير لخلايا الكبد لما تبقى عاليه عن المعدلات الطبيعيه، يبقى في تدمير لخلايا الكبد، يبقى في عمليه التهاب كبدي. طب زيادتها دي هتبقى على احد وجهين، يا زيادة بسيطة يعني ال 40 تبقى 50 و60 و70 و80، يا زيادة كبيرة ال 40 تبقى 1000 وتبقى 700 و800 و900. ده هيفرق؟ اه يفرق. يفرق ازاي؟ يفرق ان لما بال 60 ال 40 تبقى 60 و70 و90 و100، ده معناه ان الالتهاب ده مزمن، يعني التهاب على الهادي قاعد، زي التهاب فيروس سي والتهاب فيروس بي، زي التليف. لكن الموضوع لما يبقى 1000 و1300 و1200 ويحصل فجأة، ده التهاب حاد، ده يحصل مع فيروس ايه، او التهاب كبدي مناعي، يعني حصل التهاب حاد، او توكسن، يعني حد عنده اورام خد علاج كيماوي، بعد ما خد العلاج الكيماوي حصلت له صفرة، هتلاقي نسبة الصفرة عليت، وتلاقي العيان عنده الانزيمات عليت جدا بالشكل ده، لان حصل تسمم حاد لخلايا الكبد ادى الى تدمير كبير في خلايا الكبد. الكبد طبعا بيجدد نفسه وظيفيا، خلايا الكبد بتتجدد. الكبد لما يجدد نفسه خلايا الكبد تتجدد، الامور بتبقى كويسه، والكبد بيعمل ريكفري كويس، وبيقدر ان هو ياخد وضعه الطبيعي اللي هو كان عليه قبل هذا الالتهاب. الكلام ده لو ما حصلش التهاب مزمن. لو حصل الالتهاب المزمن يبقى الخلايا اللي طالعه جديد ممكن ما تترصش بقى في مكانها، تترص في دويرات. ده كده دخلنا في قصه التليف اللي هو فايبروزس او سيروزس، وده ليه درجات زي ما قلنا، وعلى حسب درجاته بيبقى مصاحب دايما بخلل في وظائف الكبد. عايز بقى انبه نقطه مهمه جدا، ان ممكن العيان اللي عنده تليف تبقى انزيماته طبيعية، عشان ما يجيش يقول لي طب يا دكتور ما هو بيطلبوا لي تحاليل انزيمات وبيقولوا لي وظائف الكبد طبيعية. لا، انزيمات مش معناها وظائف كبد، انزيمات دي احدى المؤشرات التي تدل على ان هناك تدمير لخلايا الكبد ولا لا، لكن وظائف الكبد دي حاجات تانية. عندنا بقى حاجة اسمها البروفرامبين تايم، عندنا الالبومين، عندنا البيليروبين، في قياسات اخرى مش هي الانزيمات بس. معلومة في منتهى الأهمية، لأن عيان يجي يقول لك أنا عندي تليف من الدرجة الثالثة وإنزيماتي طبيعية،
مش تلف الدرجه الثالثه وانزيماتك طبيعيه ما قلناش حاجه. لكن في الحاله دي انا ببقى عارف ان في قياسات اخرى للكبد ولوظائف الكبد بقدر اعرف منها كفاءه الكبد قد ايه. عندنا طبعا اشعه الفايبروسكان او الفايبرو تيست اللي هو تحليل الدم الذي ينوب عن عينه الكبد. دي من الفحوصات اللي مش بطلبها دايما. بعض الناس بحتاج ان انا اعمل لهم فايبروسكان او فايبرو تيست، وبعض الناس ما بحتاجش اعمل لهم كده. برضه على حسب الموجات الصوتيه والداتا اللي هتطلع لي في الموجات الصوتيه. يبقى احنا كده قلنا كل الكلام اللي خاص بمساله الكبد. اعتقد ان احنا كده استوفينا المواضيع، غطينا تقريبا معظم الحاجات. اي اسئله واستفسارات لديكم دايما بيبقى في تواصل ما بيننا ان شاء الله رب العالمين. خلاص رمضان داخل، اتفقنا على قواعد الصيام واتفقنا هنعمل ايه في رمضان، وكل سنه وانتم طيبين. ان كان في العمر بقيه يبقى لقاءنا بعد رمضان ان شاء الله رب العالمين. الا نلقاكم، لكم مني اطيب المنى بالصحه والسعاده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في آلام ويخفف آلام.